لحظة يا أخي لحظة. شوفوا المنار بيطلع لايف فوق بس. طلعوا المنار لايف. يلا طالع لايف. عم بحل على العود إلا قشره. أيوه. معك حق. أيوه. معك حق. معك حق. اليوم كان في نقاش من قبل لجنة المال والموازنة النيابية لموازنة وزارة الأشغال العامة والنقل بمعزل عن كل بنود الوزارة اللي هي 5 مديريات عامة و4 مجالس إدارة للمرافق، يعني فينا نقول 9 مديريات عامة. كان عندنا موضوع صيانة الطرق وموضوع صيانة المطار. نحن صلنا 2 سنين تقريبا موازنة وزارة الأشغال عم نشتغل تقريبا ب$2 مليون بالسنة لصيانة الطرق. بال 2019 كان في دراسة من قبل وزارة الأشغال كلفت الدولة اللبنانية $400,000، وقالت فقط الأوتوسترادات الدولية بال 2019 بتكلف $248 مليون لصيانة الأوتوسترادات، و 100 مليون لصيانة دورية لكامل الطرقات في لبنان تقريبا بدك $350 مليون. وأقر في مجلس الوزراء بال 2019 198 مليار، يعني تقريبا $130 مليون بكمرحلة أولى لصيانة الطرقات. وبعد 2019 صار في موضوع العملة ولا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الإشكالية حتى اليوم مش عم نقول نحن من 2019 ل 2023 قديش ازداد سوء حالة الطرقات، كلنا بنعرف. الوزارة الأشغال العامة والنقل صارت الوزارة مش حنون الأكثر إيرادا، من الوزارات الأكثر إيرادا للدولة اللبنانية، ولكن للأسف الشديد وحدة الموازنة ولازم إيرادات الإدارات العامة تروح على الخزينة العامة، والخزينة العامة تنفق بناء على قرارات وموازنات، نحن مش عم نقدر ننفق على صيانة الطرقات ولا فرانك. بالتالي هذا الموضوع كان موضوع نقاش، وكان في تفاهم كبير من قبل اللجنة والنواب الحاضرين، وطلبنا نحن إنه موازنة وزارة الأشغال ما بنا لا مصاري للوزارة ولا بنا زيادات مثل ما كانت تطلب زمان، فقط صيانة الطرقات، إنه الموازنة تكون على الأقل قادرين نأمن صيانة الطرقات. شو السبب والهدف؟ هو السلام المروري. أنا لا بدي أعمل تأهيل طرقات جديدة، ولا بدي أعمل مشاريع جديدة، ولا عندي مشاريع وقفت وبدي أنجزها، فقط أنا بدي أقوم بصيانة الطرقات وتأمين السلام المرورية للجسور والطرقات والأوتوستراديات. الأمر الثاني صيانة المطار. موازنة 24 عطيتني 3 مليار ليرة صيانة مطار. هل يعقل 3 مليار ليرة صيانة مطار؟ طيب طالبنا وحكينا إلى آخره، مطار رفيق الحريري الدولي بيروت 3 مليار صيانته. هذا الموضوع برسم الرأي العام. أنا بالنسبة لإلي ما حطالب ولا بلا فرنك ولا بند، مع العلم وزارة الأشغال بتعرفوا قديش كبيرة، ونحن عم نجيب $100 مليون لفرش إيرادات للدولة اللبنانية. اللي عم نقوله مما نجبي، أعطونا نعمل صيانة بالحد الأدنى، بالحد الأدنى للطرقات والمطار، وبقت متى بقى الله بعيننا عليه. هلا شكرا. 3 مليار ليرة فقط. أنا سيارة مطلقة. بس بدي منكم شغلة. عرفتوا ليش أنا عملت هلا الكلمة بعد الجلسة؟ بس لأنه الكلمة بعد الجلسة ليش قلتها؟ بس ليش عملتها؟ لأنه أنا ما عم بحكي عن موازنة الوزارة وأنا بدي مصاري زيادة للفنجرة. لا، أنا بس حكيت ببندين اليوم فقط. أنا وزارة عم جيب $100 مليون، حق الدولة اللبنانية علي إنه أنا جيب إيرادات للخزينة العامة وطبق القانون، ولكن على الأقل الدولة اللبنانية توقف مع الوزارة باعتمادات لصيانة الطرق لأمن السلام المروري للعالم، وصيانة المطار لضل مأمن إنه المطار شغال. شكرا. معك حق.